لكل اللي عايز او عايزه تخس ومش عايزه تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. السكر الابيض، تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية في السكر الابيض والقيمة الغذائية. كمان القيمة الغذائية في السكر الأبيض للجرام الواحد، السعرات الحرارية 3.9 سعر حراري، بروتين 0 جرام، كربوهيدرات 1 جرام، دهون 0. القيمة الغذائية في السكر الأبيض لمعلقة صغيرة مليانة بوزن 7 جرام، السعرات الحرارية 27 سعر حراري، بروتين 0، كربوهيدرات 7، دهون 0. القيمة الغذائية في السكر الأبيض لاتنين معلقة صغيرة مليانة بوزن 14 جرام، السعرات الحرارية 54 سعر حراري، بروتين 0، كربوهيدرات 14 جرام، دهون 0. القيمة الغذائية في السكر الأبيض لثلاثة معلقة صغيرة مليانة بوزن 21 جرام، السعرات الحرارية 81 سعر حراري، بروتين 0، كربوهيدرات 21 جرام، دهون 0. القيمة الغذائية في السكر الأبيض لمعلقة كبيرة بوزن 16 جرام، السعرات الحرارية 61 سعر حراري، بروتين 0، كربوهيدرات 16 جرام، دهون 0. القيمة الغذائية في السكر الأبيض لاتنين معلقة كبيرة بوزن 32 جرام، السعرات الحرارية 123 سعر حراري، بروتين 0، كربوهيدرات 32 جرام، دهون 0. القيمة الغذائية في السكر الأبيض لكوب سكر بوزن 200 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 774 سعر حراري، بروتين 0، كربوهيدرات 200 جرام، دهون 0. القيمة الغذائية في السكر الأبيض لنص كوب سكر بوزن 100 جرام، السعرات الحرارية 387 سعر حراري، بروتين 0، كربوهيدرات 100 جرام، دهون 0. القيمة الغذائية في السكر الأبيض لربع كوب سكر بوزن 50 جرام، السعرات الحرارية 193 سعر حراري، بروتين 0، كربوهيدرات 50 جرام، دهون 0. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.